ضرائب على الإعلانات على موقع فيسبوك وجوجل. ونيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس المهندس حازم عبد العظيم. أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنناقش آخر تطورات خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الجديدة بعد أول اجتماعاتها. تابعونا. جوجل لازم يدفعوا، ولو ما دفعوش يبقى الشركات اللي بتعلن عندهم هتدفع. دي خلاصة كلام عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب. القصة بدأت بأن البرلمان أقر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام المادة 66 اللي بتنص على أنه لا يجوز لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصري ما لم يكن مقيدا بالمجلس وخاضعا لأحكام قانون التهرب الضريبي. الموضوع طبعا أثار أسئلة كتير قانونية وتقنية برضو، لكن مساعد وزير المالية قال إن كيفية حساب وتوريد الضريبة دي هتكون مسؤولية اللائحة التنفيذية اللي هتصدر من الوزير المختص. جانب تاني مهم في نفس المادة هو إنها قالت إنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة قبل الحصول على الموافقة من المجلس الأعلى للإعلام، وده برضو بيطرح أسئلة كتير قانونية وتقنية. بينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عمان الدكتور عمران سالم، الأستاذ المساعد في قسم أمن الشبكات والمعلومات في جامعة عمان الأهلية. أهلا بك معايا دكتور عمران. ويعني أول سؤال بيخطر في بالنا من الناحية التقنية، هل بالفعل الدولة تستطيع فرض ضرائب على الفيسبوك وجوجل؟ يعني هل الدولة تقدر تقيم الأرباح اللي بيعملها فيسبوك وجوجل من وجود إعلاناته في مصر؟ طبعا قضية الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ليس حديث جديد حقيقة، يعني هو مش في مصر بدأ الآن، في أوروبا طرح قبل ذلك. تمت معالجة الأمر بالتفاهم بين الحكومات، بين حكومات الدول وبين شركات تقنية المعلومات. الأمر لا يقتصر على الإعلانات، الأمر يقتصر على الخدمات الإلكترونية بشكل عام. على سبيل المثال أوبر وكريم اللي هي التاكسي الحر هذا اللي موجود بالإضافة إلى الإعلانات، هذه كلها الآن بدأ تنظيمها حتى تحصل الدول على شيء من الإيرادات. الآن الناس اتجهت إلى العالم الرقمي مثل ما احنا بنعرف. الإعلانات الآن انتهت تقريبا من الصحف إلا الإعلانات الرسمية، بدأت الشركات تتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي قيمة كبيرة من الضرائب اللي كانت تأخذها الدولة من الإعلانات الصحف أصبحت تذهب إلى شركات التواصل الاجتماعي. فالآن الشركات هذه تدر طبعا دخل كبير، مثل فيسبوك كان دخلها السنة الماضية من الإعلانات بحدود 39 مليار دولار. فبالتالي الدولة بتحكي طب أنا في جزء كبير من هذه الإعلانات المفروض يكون من نصيبي. فالعلاج مش راح يكون تقني، راح يكون تفاهم قانوني بين الدولة وبين شركات التواصل الاجتماعي مثل شركات فيسبوك، شركة تويتر على سبيل المثال، شركات الخدمات مثل أوبر وكريم. حصير في تفاهمات مثل ما صار في أوروبا. الآن في أوروبا هناك الفات اللي هي القيمة المضافة، أيضا بتم دفع جزء من الضرائب إلى هذه الدول بتفاهمات بين الشركات وبين دول الاتحاد الأوروبي. طب زي ما حضرتك ذكرت الوضع مثلا في الاتحاد الأوروبي وتحديدا في إنجلترا، والحقيقة ده هو مثال بيتم ضربه أيضا في مصر والعديد من النواب بيستشهدوا به، بيقولوا ما الفيسبوك بيدفع ضرائب لإنجلترا مثلا. لكن الفيسبوك يعني لما احنا دورنا في القصة هو وصل لتفاهم قانوني بشكل ما مع إنجلترا ومع أيرلندا ومع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وهو لديه بالفعل مكتب موجود في إنجلترا ولديه موظفين يتعدد عددهم 1000 موظف. لكن لو قارنا يعني التفاهم اللي توصلوا لي مع انجلترا بالفكره المطروحه في مصر، ازاي مصر ممكن توصل للتفاهم ده؟ ايه الفرق ما بين التجربه دي يا فندم وما بين اللي بيحاولوا يعملوه في مصر؟ التفاهم ممكن يكون، الان احنا نعيش في عالم واحد، العالم الرقمي ازال الحدود بين الدول، لذلك التفاهم ممكن يكون بين الحكومه المصريه وبين شركه فيسبوك في اي مقر من مقراتها. طبعا في هذه الحالة فيسبوك راح تعرف النشاط التجاري للشركات اللي بتعمل إعلانات من خلال المعلومات اللي عندها أو قاعدة البيانات الموجودة، فبالتالي حيكون من السهولة عمل إحصائيات عن الوارد
من مصر بخصوص الإعلانات، ويتم تقسيم النسبة المتفق عليها بين الطرفين. ما أعتقد أنه في أي صعوبة. فيسبوك مش مصلحته أنه يتعارض مع الدول ومع سياسات الدول ومع سياسات الضرائب، لأنه بالأخير هذا بيأثر عليه، لأنه ممكن الدولة تحجب الفيسبوك مثل على سبيل المثال أو خدمات جوجل، وهذا مش مصلحة الجميع. فهنا بوصلوا لاتفاقيات بين الطرفين يرضي الطرفين، بحيث أنه جزء من هذه الإيرادات أو ضرائب الإعلانات تروح للدولة اللي بيكون فيها هذا النشاط التجاري، خاصة أنه هذه الأرقام فلكية، إحنا نتكلم عن أرقام كبيرة بالمليارات من الإعلانات سنويا يتم صرفها من قبل الشركات المحلية باستخدام تقنيات أو مواقع تواصل اجتماعي عالمية. طب دكتور عمران، يعني ولنفترض جدلا مثلا ان الفيسبوك قال والله يا جماعه لا انا ما عنديش مكتب موجود في مصر وما عنديش موظفين في مصر وانا من خارج مصر تماما بتعامل معاكم، فانا مش عايز اوصل لاتفاق مع الحكومه المصريه. هل يعني تقنيا بقى يعني الحكومه العرض الثاني اللي بيتم عرضه من المسؤولين ان احنا مش هنخلي الفيسبوك اللي يدفع، احنا هنخلي الشركات اللي بتتعامل وبتضع اعلاناتها مع الفيسبوك هي اللي هتدفع، هل الحكومه تقدر تعرف فعلا الشركات دي بتحط حجم اعلانات قد ايه بفلوس قد ايه؟ هل تقدر تقيم الكلام ده برضو تقنيا؟ تقنيا الأمر يحتاج إلى جهد كبير جدا، إلى برمجيات كبيرة جدا، إلى خوارزميات هائلة جدا لتحليل المحتوى اللي صادر في المجتمع المصري والشركات المصرية، وعملية حساب الإعلانات حتكون عملية معقدة جدا. ممكن سيرفرات أو خوادم الشركات الكبرى ما تسمح للبرامج لتحليل المعلومات اللي عندهم. أيضا ممكن التحايل على هذا الموضوع من خلال أنه فرض أنه عمل إعلانات خارج الدولة، أنه أنا ممكن أعمل نشاط تجاري هون لكن ممكن تكون إعلاناتي من خارج الدولة مثلا. وبما أنه ما في عندنا حدود تقنية إحنا، والفيسبوك أصلا دولة بلا حدود، فأنا ممكن أتجاوز بأي طريقة من الطرق وأتحايل تقنيا على هذا الموضوع. مش مصلحة فيسبوك ولا مصلحة المصريين أنه يتم علاج الأمر تقنيا، لأنه تجاوز التقنية في هذه الأيام سهل جدا حقيقة. طب دكتور عمران، يعني هل بعيدا عن تجربة الاتحاد الأوروبي وتجربة إنجلترا تحديدا مع الفيسبوك، هل فعلا الفيسبوك بيدفع ضرائب لدول أخرى ممكن يكون ملوش فيها أي مقرات وما عندوش فيها موظفين وما يقدرش يعني ما يقدروش الدولة دي تقعد تراجع ورا الفيسبوك وتشوف هو دخله أرباح قد إيه مثلا من إنجلترا بناء عليه دفع 5 بليون استرليني وإلى آخره، هل بيدفع في دول أخرى ولا إحنا أول دولة بتطالب بالدفع ده؟ اعتقد انه معظم دول الاتحاد الاوروبي في عندها القيمه بيسموها الضريبه، قيمه الضريبه المضافه، هذه الفات اللي هي فاليو ادد تاكس، اعتقد انه بتندفع في اسبانيا، في فرنسا، في انجلترا، في كثير من الدول. في الاتحاد الاوروبي نعم اعتقد في وصلت تفاهمات مع فيسبوك عن طريق الاتحاد الاوروبي. لا انا قصدي اقصد خارج الاتحاد الاوروبي دكتور عمران، هل تم التواصل لنوع من الاتفاق ده؟ هل تم التواصل للاتفاق ده مثلا مع دولة زي الهند، مع دولة زي روسيا، مع دولة عربية أخرى؟ ما عندي علم. انا لا، في دول عربية ما بعرف لحد علمي الى الان، ما في اي دولة صار لها تفاهمات مع فيسبوك. لكن فيسبوك لما يكون عنده مكتب في منطقة هو بيكون مسؤول عن منطقة كاملة، يعني مثلا مش شرط يكون فيسبوك اللي موقع في مصر حتى يتفاهم مع الحكومة المصرية، في له مكتب للشرق الأوسط على سبيل المثال، هذا المكتب بيكون مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسموه اللي هي مينا، هذا المكتب هو بيتفاهم مع الدول إذا كان في أي مشكلات أو في أي تفاهمات من خلال هذا المكتب الإقليمي لفيسبوك، يتم عمل تفاهمات مع الدول. فمش شرط يكون في كل دولة له مقر حتى يعمل اتفاقيات مع الدول، لا يكفي أنه وجود له مقر في منطقة الشرق الأوسط حتى يعمل هذه التفاهمات. طب في جزء آخر من المادة، من المادة 66 من القانون، بيقول إنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية على الهواتف الذكية أو على الأجهزة إلا إذا حصلت على موافقة من المجلس الأعلى للإعلام. هل برضو تقنيا يقدر يعني في، ونفترض برضو انه في صفحه موجوده على الفيسبوك او حساب موجود على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما عندوش موافقه من المجلس الاعلى للاعلام، هل تقنيا اقدر اطالب بغلقه؟ وايه اللي هيحصل؟ يعني لو طالب الحكومه طالبت بغلقه ايه اللي هيحصل؟ ممكن وقف الاعلانات، نعم، عن طريق شركات، نعم عن طريق شركات التقنيه الموجوده في مصر او في اي دوله
ممكن حجب كثير من الخدمات. الخدمات هذه لها آلية معينة لتفعيلها وممكن إيقافها بسهولة. إحنا شفنا في ثورات الربيع العربي وتقنيا معروف لدى الخبراء أنه في بعض الخدمات ممكن إيقافها في مستوى الدولة عن طريق شركات الاتصالات. طبعا هناك في استثناء لتجاوزاتها، لكن في المجمل ممكن التحكم والسيطرة على كثير من الإعلانات إذا كانت ما في اتفاقيات بينها وبين الدول. احنا بنشكر حضرتك، كنت معنا من عمان الدكتور عمران سالم الأستاذ المساعد في قسم أمن الشبكات والمعلومات في جامعة عمان الأهلية، شرفتنا يا دكتور. النهاردة قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط السياسي المهندس حازم عبد العظيم 15 يوما على ذمة التحقيق. وخلال الجلسة اشتكى المهندس حازم من رفض إدارة سجن ترى توقيع الكشف الطبي عليه رغم صدور قرار سابق من النيابة بذلك. حازم عبد العظيم كانت قبض عليه في 27 مايو اللي فات من بيته، وتوجهت له تهم تشمل نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها. المهندس حازم كان ناشط سياسي قبل الثورة ضمن الجمعية الوطنية للتغيير، وتعرف بعد الثورة أكتر لما ترشح لوزارة الاتصالات بعد الثورة قبل ما المجلس العسكري يرفضه، وكان معارض للرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعدها كان عضو بالحملة الرئاسية للرئيس السيسي، لكن بعدها اتغير موقفه من الرئيس وبقى معارض ليه خاصة عبر ما ينشره عبر موقع تويتر. خلينا نطمن ونشوف الموضوع وصل لفين، ومعانا المحامي الأستاذ مختار منير. أهلا بيك معايا أستاذ مختار، وفي البداية كلمنا عن حالة الصحية والنفسية للدكتور حازم. أهلا وسهلا فندم. في البداية الدكتور حازم هو من قبل القبض عليه كان بيعاني من بعض المشاكل الصحية، وكان طلبه الأول في النيابة هو فكرة رعاية الاهتمام بالرعاية الطبية لي أثناء احتجازه لحين الإفراج عنه. أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارين بعرضه على مستشفى السجن وإعداد تقرير بحالته الصحية حتى يتسنى للنيابة الوقوف على حالته الصحية وما إذا كان يلزم علاجه خارج مستشفى السجن من عدمه. ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار النيابة بعرضه على مستشفى السجن أو إعداد تقرير بحالته الصحية. وبالنسبة إلى الحالة النفسية الخاصة به، هو الدكتور حازم كان يشعر أو أنه كان سيتم القبض عليه، وأنه يعلم بأن القانون معطل في هذه الفترة وأن هناك ملاحقة أمنية لكافة المعارضين السياسيين للنظام الحالي، ولكنه مستاء للغاية من أنه تم توجيه له اتهامات لا يوجد عليها دليل في أوراق القضية، ولم يأتي الأمن الوطني حينما قام بالقبض عليه بأي دليل، ولكن ما جاء به من أحراز حينما تم فضها ومعاينة النيابة لها من خلال المحتوى الموجود على الموبايلات أو اللابتوب أو التابلت اللي تم ضبطه عنده في منزله. كافة المحتويات الموجودة عليه كانت كفيلة بأنها تكون دليل براءة لي أو دليل يعارض ما جاء في الاتهامات الخاصة به. وأكثر شيء أحزنه بأنه جاء لي المشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، بالرغم من أنه معلوم للجميع بأنه معارض سياسي لكافة الجماعات الإرهابية أو الجماعات التي تدعو إلى العنف، وأنه دائما ما يعارض من خلال كتاباته على تويتر أو الفيسبوك أو حينما كان يتسنى له كتابة مقالات رأي في بعض الصحف والجرائد المصرية. طب هم إيه اللي خلاهم يوجهوا ليه تهمة زي كده أستاذ مختار؟ يعني زي ما حضرتك ما بتقول، أي حد متابع للقاءات دكتور حازم أو لحسابه على تويتر هيعرف إن هو يعني زي ما حضرتك بتقول ضد العنف وضد كل أي عنف من أي نوع وضد الإرهاب بشكل عام، وهو كان من البداية معارض لأي حد بيستخدم الدين لأي دعوات سياسية وإلى آخره. فإيه إيه اللي هم يعني إيه الأدلة اللي ممكن يكونوا وجهوا
يتوجهوا بيها عشان يوجهوا للتهمة دي؟ طيب، في الحقيقة أنه هو أصلا لم يوجه بأي دليل إدانة، يعني كما ذكرت أنه لم يوجه بأي دليل إدانة ولا يوجد أي دليل إدانة عليه في القضية، ولكن كافة الاتهامات التي وجهت إليه طبقا للتحريات فقط، وكأن تحريات الأمن الوطني هو أمر منزل من السماء لا يمكن لأحد أن يعترض عليه أو ولا يمكن لأحد أن يشكك في صحته يعني. وفي الحقيقة أن القانون والمحكمة، محكمة النقض والمحاكم العليا في مصر قد ذكرت من قبل بأن التحريات لا تعد أن تكون دليل لوحدها يعني، ولا بد من وجود أدلة أخرى أو قرائن أخرى في الأوراق تعزز ما جاء في التحريات. في الحقيقة حتى الاتهامات الأخرى اللي وجهت لي وهي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتروج الأفكار تلك الجماعة أو الاتهام الثالث الذي وجه إليه بنشر أخبار كاذبة، لم نجد ما يثبت تلك الاتهامات، ولم نواجه حتى الآن في بعد شهر من القبض عليه أو أكثر لم نواجه بأي دليل يعزز تلك الاتهامات. وفي الحقيقة أن دي بقت اتهامات معلبة أو اتهامات كرتونية في الحقيقة يتم توجيهها لكافة المقبوض عليهم والمعارضين السياسيين، وتلك الاتهامات توجه فقط لأن التحريات قالت ذلك أو مجري التحريات قال ذلك، وهذا أمر لا يليق بأن يكون مؤسسة العدالة في مصر تصل هذا الحد بأنه تسير قراراتها القضائية بالحبس المواطنين لمجرد أن هناك ضابط قال في أوراقه في التحريات بأن هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص قام بارتكاب جريمة كذا أو كذا أو كذا، فهذا أمر غير لائق وبنناشد بسرعة الإفراج عنه، وفي حالة عدم الإفراج عنه أو وجود وقت أكثر لفحص حالته بأن يتم مراعاة حالته الصحية وأن يتم عرضه على مستشفى السجن أو مستشفى خارج على نفقة أسرته الخاصة حتى يتلقى علاجه ولا تسوء حالته الصحية فيما بعد. أستاذ مختار، هل دكتور حازم شايف أنه هو وجد التضامن الكافي اللي كان متوقعه؟ هل تواصل مع أي جهة من الجهات من أجل التضامن أكتر؟ الدكتور حازم هو مقيد الحرية الآن، لا يمكنه التواصل مع أحد، ولكنه يعلم جيدا بأن الأمور أصبحت معقدة في الحالة السياسية في مصر، وأنه أصبح لا صوت يعلى فوق صوت المعركة، وأن الضربات الأخيرة والقبض على عدد من النشطاء أو الأشخاص المعارضين أصبح يرهب الجميع، ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن كم الانتهاكات أو التضامن مع أكثر من شخص يعني، فهو يعني لا يشعر بالحزن من بعدم التضامن أو التضامن أو من عدمه يعني، ولكنه هو كل ما يتمناه هو أن يتم الإفراج عنه أو يتم مراعاة حالته الصحية لحين الإفراج عنه. احنا بنشكرك المحامي الاستاذ مختار منير، شرفتنا استاذ مختار. شكرا. نخرج معاكم بفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد. الاجراءات الصعبه ما خلصتش لكن قربت تخلص. أول امبارح الحكومة عقدت مؤتمر صحفي موسع بعد أول اجتماع ليها، وخلاله الوزراء اتكلموا عن كثير من الإجراءات الخطة اللي لسه هتتعمل خلال السنة الجاية، واللي المفروض إنه خلالها هيتم رفع الدعم نهائياً عن الوقود. الوزراء أكدوا إن خفض الدعم لمصلحة المواطن، وإن الفلوس دي راحت لبرامج اجتماعية، لكن في المقابل المعارضين بيعتبروا إن دي شروط صندوق النقد ومش هيستفيد منها أغلب المواطنين اللي ما زالوا مستنيين يحسوا بأي فايدة حقيقية في حياتهم بعد كل اللي استحملوه. خلينا نشوف التفاصيل في التقرير ده ونرجع نبدأ النقاش. جاء قرار الحكومة المصرية مؤخرا برفع أسعار الوقود بمثابة الصدمة على المواطن المصري. تضمنت هذه الزيادة رفع أسعار السولار وبنزين 80 واسطوانات البوتاجاز المنزلي بنسب تصل إلى 66%، لكن الصدمة الأكبر للمواطنين أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة. أمس الأول عقدت الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها، طرحت فيه الحكومة خطتها للعام المقبل والتي يأتي على رأسها تحرير سعر الوقود بالكامل ليكون سعره مرتبطا بالأسعار العالمية.
الحكومة أعلنت أيضا عن إلغاء الكارت الذكي لدعم الوقود نهائيا بعد 5 أعوام من العمل على المشروع الذي أنفق عليه مئات الملايين. كما شملت القرارات أيضا الإعلان عن نية الحكومة إلغاء بنزين 80 الذي لا يستخدمه غيرنا سوى دولة واحدة بالعالم بحسب تصريحات وزير البترول، ليحل مكانه بنزين 85 و87. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة لتوفير نحو 50 مليار جنيه للدولة في السنة المالية الجديدة، فضلا عن مواصلة ترشيد استهلاك المواد البترولية، وذلك بعد أن انخفض الاستهلاك وفقا لوزارة البترول بنسبة 4% مقارنة بما كانت عليه عام 2011. ومنذ الإجراءات الأخيرة انخفض دعم الدولة للمنتجات البترولية من 139 مليار جنيه إلى 89 مليار. أمام كل هذه الارتفاعات المتكررة في الأسعار يقف المواطن المصري محاصرا عاجزا عن تحمل تكاليف المعيشة في ظل عدم زيادة المرتبات بدرجة توازي ارتفاع أسعار كل السلع كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لرفع سعر الوقود وأسعار النقل، بينما تؤكد الحكومة من جانبها أن هذا الفارق يتم توجيهه إلى برامج مختلفة تستهدف تحسين معيشة المواطن خاصة الأقل دخلا، وذلك من خلال معاش تكافل وكرامة وبرامج لتمويل المشروعات الصغيرة، كما تؤكد على اقتراب انتهاء إجراءات الإصلاح وقرب جني الثمار. وانضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا. أهلا بك معايا دكتور مدحت، وخلينا نبدأ من تصريحات وزير البترول الأخيرة اللي أعلن فيها أن السنة الجاية هتكون آخر خطوة لرفع الدعم بشكل كامل عن البترول. هل معنى كده يا فندم أن سعر البترول هيكون هو السعر العالمي؟ وهل معنى كده أن السعر هيكون مرتبط بالسعر العالمي؟ يعني لو السعر العالمي ارتفع مثلا سعر البترول عندنا هيرتفع، لو انخفض سينخفض؟ مساء الخير. هو اولا اسعار المنتجات البتروليه في مصر بتتحسب على اساس سعر التكلفه وليس على الاسعار العالميه. يعني احنا السنه الجايه ان شاء الله بعد الانتهاء من تحمل الدعم نهائيا على المنتجات البتروليه هيبقى هنا سعر هو سعر التكلفه، وسعر التكلفه هنا مرتبط بأن الإنتاج المحلي حصة مصر من الزيت الخام ملك الدولة بتسعر بصفر. يعني جميع المنتجات البترولية المشتقة من الخام المصري تحمل فقط بتكلفة المعالجة وتكلفة التكرير. بمعنى أصح أن سعر المنتج النهائي اللي هيوصل للمستهلك لن يقيم طبقا للأسعار العالمية للأسعار المتداولة وقتها. إذن هنا ما زالت الحكومة في حالة شبه دعم للمواطن المصري في أسعار المنتجات البترولية، ولكن لا تتحمل في مقابلها شيء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الزيت الخام المنتج ملك مصر لن يسعر سوى بسعر صفر، وبالتالي سعر التكلفة يقل كثيرا عن الاسعار العالميه. دكتور مدحت، هل يعني صلح لي المعلومه برضو، حضرتك بتقول دلوقتي ان هو هيكون يعني هيكلف صفر، يعني هيكون بسعره سعر زي ما بنطلعه من اراضينا، لكن هل اللي انا اعرفه ان احنا لا ما هو ده جزء، هذا بيمثل جزء من اجمالي المنتجات البتروليه المتاحه، لكن يعني هنا بيمثل تقريبا 30% من المنتج المسوق في مصر محمل فقط بتكلفته اللي هي كزيت خام مشتق بسعر صفر، ولكن باقي ال 70% هي منتجات بتروليه مستورده من الخارج الاسعار العالميه. بالظبط يا فندم. او 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 منتجات بتروليه مشتراه من شركات استثماريه مصريه برضو هي اشترت الزيت الخام اصلا اللي هي تم تكريره وتصنيع المنتجات بتاعتها بالاسعار العالميه، والتعامل مع تلك الشركات بيتم بالاسعار العالميه كنوع من الاساس التطبيقي الموحد. طب ما هو انا كده برضو عايز افهم يا دكتور مدحت، يعني حضرتك بتقول اللي تملكه الحكومه هيبقى بسعر التكلفه هيبقى صفر،
اللي لا نملكه ويتم بقى استيراده او اخده من الشركات الاجنبيه او كده هيبقى بالسعر العالمي. انا كمواطن بقى، انا كمواطن بتحاسب بالصفر اللي تملكه الحكومه ولا بتحاسب بالسعر العالمي؟ لا، ما هو انت بقى بيتباع ده متوسط، احنا بناخد متوسط السعر ده. ما هو المواطن، انا مش هبيع اللي ملك الدوله هبيعه لواحد والتاني هبيعه لواحد تاني، لا، هو احنا بنبيع بمتوسط السعر اللي هو متوسط التكلفه. يعني احنا مصر بنحسب متوسط التكلفه للبنزين 80، فبيطلع مثلا زي النهارده مثلا في حدود 8 جنيه. فاحنا معنى كده ان احنا بنبيعه النهارده مثلا بخمسة ونص، فهو مدعم باتنين جنيه ونص تقريبا، يعني مش دقيق قوي الحسبه، لكن تقريبا كده. فهمتيني؟ فهمت حضرتك. هنا بقى ليه خمسة ونص؟ ليه خمسة ونص؟ لان هو في جزء من داخل من تركيبته مسعر بالاسعار المحليه، ومحمل بالاسعار المحليه اللي هي صفر، ومحمل بس بتكلفة نقله وتكلفة تكريره وتكلفة تسويقه وخلافه. طيب جزء منه. دكتور مدحت وزير البترول برضو كان اعلن عن نية الوزارة لإلغاء البنزين 80 خالص، وهيبقى موجود بس بنزين 85 و87. ايه اسباب خطوة زي دي يا فندم؟ والله الخطوة دي أسبابها كتيرة جدا. طبعا البنزين 80 هو من النوعات الشاذة جدا بالنسبة لنوعيات البنزين المتداول في العالم كله. يعني تلاقي يعني دولة أو دولتين في العالم كله هم اللي بيسوقوا البنزين 80، وطبعا ده درجة الجودة بتاعته منخفضة جدا. وطبعا انخفاض درجة الجودة، أو بمعنى أصح انخفاض الرقم الأكتيني للبنزين ده، بيؤثر في حاجتين. أولا بيزود الاستهلاك، اتنين تأثيره على المحرك نتيجة إن هو نتيجة الصفح اللي هو بيتم على المحرك، فبيقلل كفاءة المحرك وبيقلل عمر المحرك. اتنين نواتج الاحتراق بتاعته بتبقى كبيره نتيجه البري اجنيشن اللي هو اللي بيسموه الاشتعال السابق لعمليه الاشعال الكامل، ويعني نوع من انخفاض الكفاءه، وبالتالي بينتج عنه انبعاثات غازات غير صحيه بالمره. كمية الانبعاثات كبيرة قوي إذا ما قارناها بالمقاييس العالمية للانبعاثات الخاصة بالسيارات، وطبعا مؤثر جدا على البيئة المحيطة. اتنين الكفاءة بتاعت البنزين ضعيفة، استهلاكه بيبقى أكتر نتيجة أنه محتاج كمية أكبر عشان يوصل للقوة الدفع للسيارة المطلوبة، وبالتالي هنا بتبقى محتاج كميات أكبر. ولازم نعرف إن تكلفة البنزين 80 أو السعر العالمي للبنزين 80 هو مقارب جدا للبنزين 92 ومقارب جدا للبنزين 95، يعني الفروق ضعيفة جدا، يعني لا تذكر. يعني إذا ما يعني بالأسعار العالمية الفرق بين البنزين 80 والبنزين 95 بالأسعار العالمية لا يزيد على 55 قرش مصري. طب دكتور مدحت، يعني في موضوع تاني كده مهم جدا في المؤتمر، اعلنوا عن الغاء كارت الوقود. اكيد حضرتك فاكر كارت الوقود، كلنا كنا خدناه. بص حضرتك، الكارت الذكي يوم ما بدأ التفكير فيه، يعني التفكير فيه بدأ مع حكومة الإخوان سابقا، وكانت تولى هذا الأمر كان أحد وزراء التموين، وما كانش منبعه أو مصدره هو فكر قطاع البترول، لأن قطاع البترول قطاع منظم جدا. ولكن الفكره كلها ان كانت ان ما فيش بيانات صحيحه واضحه عن كم المستهلكين اللي في السوق المحلي، فقوم يفكروا قالوا يعملوا هنعمل كارت ذكي ويطبق على جميع المستخدمين، بحيث ان احنا نعرف من هم المستخدمين الفعليين. يا دكتور مدحت، حضرتك بتقول يعني ده كان موجود من ايام الحكومه، ايام ما كانوا الاخوان ماسكين ده، بس ده كانوا بيتكلموا عنه يا فندم لغايه الشهر اللي فات. الشركه اللي كانت بتعمله كان عقدها ايوه انا بقول لك يوم ما اتعمل، وعشان كده حصلت ايه لما جم يفعلوا اول ما ظهر الكارت الذكي، يعني الكلام عليه، وقالوا هيبتدوا يطبقوه على الاستخدام في المحطات في مصر، حصلت ازمات تموينيه جامده جدا. ليه؟ لان كانت في الوقت ده كان في اختناقات تموينيه لعدم توافر البنزين والسولار في المحطات، واختناقات في الاول، وفي نفس الوقت راحوا عاملين تطبيق، كانوا بيحاولوا يطبقوا الكارت الذكي، فحصلت ازمات تموينيه ضخمه جدا
اتأثر بيها الشعب المصري كله لو تفتكر، وده حصل قبل 30 يونيو. هنا عشان كده الحكومة تراجعت فيها ازاي، لان طلع ان المستخدمين للوقود سواء السولار والبنزين متشعبين جدا، ويصعب جدا حصر المستخدمين، لان القائمين على استخدام السولار والبنزين في مصر دون تراخيص اعدادهم مهولة واستخداماتهم متعددة ومتشعبة وكبيرة جدا، ولدرجة ان هي نتيجة حصل يعني نتيجة برضو ثورة 2011 وما تبعها من فوضى في حتى في الشارع المصري، نتج عنه الترخيص من جهات المحليات خلاف الأجهزة المعنية بعملية إصدار التراخيص بإنشاء محطات تموين. ما برضه يا دكتور مدحت، يعني حضرتك بتقول عملت مشاكل كبيره وازمات كبيره جدا كلها من قبل 30 يونيو. دي كلها يعني خليني بس اقول لحضرتك يا دكتور مدحت، يعني دلوقتي الصحف قالت ان هو اتكلف من مليار ل 2 مليار، الشباب على الفيسبوك كلهم بيقولوا ده اهدار للمال العام، يعني احنا بعد ست سنين من 30 يونيو اللي حضرتك بتحكي اللي كانت الازمات وقتها لغايه النهارده جايين نقول الكلام ده. يا سيدتي ما هو انت تحاسبي صاحب الفكر، ما تحاسبيش، ما هو انت لازم تحاسبي صاحب الفكر. احنا حاولنا كثيرا اجهاض هذا التطبيق مع الحكومات دي، ومع ذلك هم يعني كانوا مصممين على رايهم. ليه؟ يعني هم كانوا عايزين يخلقوا منظومه عمل، لكن احنا التطبيق، خدي بالك برضو التطبيق بالكارت الذكي ليه كذا مرحله. المرحله الاولى اللي هو من مصانع انتاج البنزين وتداوله الى المستودعات الرئيسية والمستودعات الفرعية اللي هي اللي بيتم منها التوزيع للمستهلك النهائي. المنظومة دي متطبق فيها الكارت الذكي. فتطبيق الكارت الذكي على مرحلتين، المرحلة الأولى مطبقة، عشان كده كافة المنتجات البترولية السولار والبنزين هو مطبق بالفعل، ونوع العربيات اللي بتتحرك والسيارات اللي بتتحرك من المستودعات الرئيسية للمستودعات الفرعية هي محكومة بالكارت الذكي وتطبيقه. أما تطبيقه على المحطات والمستخدمين النهائيين فنتيجة البيانات الخاصة بهؤلاء المستخدمين غير واضحة وغير مفعلة نتيجة الفوضى اللي حصلت في الشارع المصري ودخول استخدامات متعددة غريبة عن الشارع المصري. ها؟ فدي نتيجة الفوضى اللي حصلت بعد ثورة 2011، فكان يصعب جدا إيقاف تلك الاستخدامات، لأن احنا برضو الدولة مش عايزة تفعل أزمات. وكان الحل الوحيد هنا إيه؟ عشان برضو مش عايزة تطبقي تطبيق وينتج عنه فوضى واضطرابات في السوق المصري. فكان التطبيق الأمثل إيه بعد ما جه القرار اللي هو في 2014؟ جه القرار الأمثل بقى اللي هو اللجوء إلى إلغاء الدعم النهائي والاستغناء نهائي عن الكارت الذكي. ما أنت لو هتطبقي الكارت الذكي. إحنا بنشكرك يا دكتور مدحت، شكرا لحضرتك يا دكتور مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، شرفتنا يا فندم، كنت معانا من القاهرة. وبينضم إلينا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بيك معايا عبد الرحمن، وخلينا نتكلم عن حديث الرئيس السيسي المتعلق بخطة الإصلاح الاقتصادي اللي قال إن الخطة دي تأخرت 40 سنة، وإن سبب التأخير وإن سبب إن الخطة دلوقتي صعبة وصعبة التنفيذ وإجراءاتها قاسية علينا هو تأجيل 40 سنة. هل يمكن فعلا للجيل الحالي إن هو يدفع ثمن إن خطة أجلت 30 سنة من أجيال سابقة؟ يعني أولا هذا الكلام يعني فيه جزء من الحق لكن يراد به باطل، لأن مصر كان لها برامج مع اقتصاد مع صندوق النقد الدولي 3 مرات سابقة في عهد السادات، ومرتين في عهد مبارك 77 ثم في 90 ثم في 96، وهذه هي المرة الرابعة التي تحصل فيها مصر على قرض، ولكن بالطبع القرض يفوق يعني في رقمه بشكل كبير جدا الأرقام السابقة، لأنها كانت تتحدث في ملايين، لكن هذا القرض يصل إلى 12 مليار. مسألة الحديث عن الإصلاح الاقتصادي هي بدأت بشكلها النيو ليبرالي أو الاتجاه نحو الليبرالية الاقتصادية في عهد بين قوسين جمال مبارك أو سعود جمال مبارك عام 2002، ومن ثم مصر كانت تسير فيما يسمى بين قوسين خطة إصلاح اقتصادي بغض النظر عن كيفية إتمامها أو مسألة توزيع العوائد الخاصة منها وكيفية توزيع هذه العوائد ومدى عدالتها.
بتاعتها. ومن ثم الخطه لم تكن متاخره بهذا الشكل، وان كان هناك الجزء الخاص باعاده هيكله الدعم، نعم هو امر تاخر، ولكن لم يكن له ليحدث بهذا الشكل في ظل المناخ من الديمقراطيه ان كان موجودا، او مناخ من الحريه او شفافيه تداول المعلومات، او غياب هذه السيطره المخيفه للدوله الممثله في السلطه العسكريه على مقدرات الاقتصاد تماما، سواء بشكل علني مباشر او بشكل علني غير مباشر من الباطن. ومن ثم السيسي يريد أن يهرب إلى الأمام، أو يريد أن يأخذ خطوة إلى الأمام، بحيث أنه يلقي بهذه المسؤولية لما نراه من أنين صعب للمواطن المصري بسبب ارتفاع الأسعار على فترة حكم مبارك، بحكم أن في الوعي الجمعي العام للشعب أن فترة حكم مبارك كانت 30 سنة ممتدة، وأي أخطاء يمكن إلقاء اللوم عليها، في حين أن فترته الحالية جرى فيها ما لم يجري في عصر مبارك، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. وبالطبع هذا ليس تبرئة لحسني مبارك، ولكن دليل على أنه ما يفعله السيسي ليس إلا امتداد، ولكن بصورته الفجة أو الصورة الأفظع فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي. ومن ثم الإجابة العامة أنها كلمة حق في جزء منها، لكن يراد بها باطل، والباطل هنا أنه يريد أن يحمل المواطن العادي والأجيال الشباب والأجيال التي قامت بالثورة من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يحملها تلك المسؤولية أو يحملها تلك التبعات الخاصة باستجابته التامة لمشروطيات صندوق النقد الدولي واشتراطاته لأخذ هذا القرض الكبير. عبد الرحمن أرجوك ابقى معي. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أهلا بحضرتك معايا. ويعني دايما ما بنسمع الجملة اللي بيتعاد تكرارها أن المعارضة الحقيقة ما عندهاش بديل، ما عندهاش خطة اقتصادية بديلة اللي بيحصل دلوقتي، بل إن كمان زيادة أن المعارضة نفسها لو كانت بتحكم كانت هتنفذ نفس خطة الإصلاح الاقتصادي دي، وهتعوم الجنيه وهتلغي الدعم وترفعه عن كل عن مواد الطاقة وترفع الأسعار وكل حاجة. إيه رأي حضرتك يا أستاذ محمد؟ طيب بغض النظر عن بعض الكلام على انه ما كانش في بدائل، خلينا بس نحط بعض الامور او نسمي بعض الاشياء بمسمياتها. اللي بيحصل في مصر بس مش خطه اصلاح اقتصادي، احنا ممكن نتوافق على تسميتها بشيئين، ممكن نسميها خطه اصلاح مالي، او نعتبر ان احنا في مرحله او في برنامج تقشف او تقليل الانفاق الحكومي. لكن الاصلاح الاقتصادي ده كلمه كبيره جدا على اللي بيحصل في مصر او على السياسه الاقتصاديه اللي بتحصل في مصر، لان الاصلاح الاقتصادي ده مرتبط بتطوير هيكل الاقتصاد نفسه. احنا عندنا الاقتصاد المصري اقتصاد غير منتج، وكل الاجراءات اللي خدتها كل الحكومات من 2013 ومن قبل 2013 لغايه دلوقتي ما لهاش أي علاقة بتغيير الهيكل الاقتصادي المصري. الإصلاح الاقتصادي جزء منه هي فكرة خلق برامج وآليات لتشغيل الناس وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وده ما بيحصلش. الإصلاح الاقتصادي بيشمل منظومة أو تطوير منظومة الضرائب أو تحصيل الضرائب، وإحنا عندنا أزمة كبيرة جدا في إنه المتوقع من تحصيل من الوارد الضريبي سنويا بيبقى أقل من الربع أو التلت على مدى أكتر من موازنة، بيحصل نقص في الوارد الضريبي. وبالتالي فكرة إن إحنا عندنا برامج إصلاح ده مش حقيقي، أو فكرة حتى تطوير منظومة الدعم اللي بيتم الترويج لها على طول هي في الواقع مش تطوير لمنظومة الدعم على قد ما هي خفض للدعم ومن الاحتياجات الأساسية بتاعته، من الكهرباء أو الغاز أو المية اللي بيستفيد منها المواطنين الأفقر ومواطنين الطبقة الوسطى، وبتزود عليهم الأسعار في إطار إنه كمان حالة التضخم اللي بنعيشها اللي وصل المتوسط بتاعها في السنة الأخيرة مثلا ل 13.8 حسب بيانات البنك المركزي الرسمية. وبالتالي المواطنين هنا بيعانوا اكتر مع فكره زياده الاسعار وتاكل القوى الشرائيه. طب يا استاذ محمد، حضرتك قلت يعني حضرتك قلت خلاصه الموضوع ان اللي بيحصل معانا في البلد دون، والخطه الاقتصاديه دي مش اصلاح اقتصادي، ده هي مجرد حاله من بعض الادوات كده من اجل التقشف. هل المعارضه بقى عندها خطه بديله، خطه اقتصاديه بديله للوضع الحالي؟ هي مش فكرة إن المعارضة، لأنه ما فيش حاجة اسمها معارضة، يعني المعارضة مش حاجة واحدة، المعارضة دي فيها أحزاب يسار وفيها أحزاب يمين وفيها أحزاب ديمقراطية اجتماعية. خلينا نتكلم على البرنامج بتاعنا احنا اللي هو برنامج ديمقراطي اجتماعي.
احنا بندعم جدا فكره وجود استثمار، وبندعم جدا فكره دعم الاستثمار الاجنبي ودعم الاستثمار الحكومي ودعم الاستثمار المصري، لانه بنشوف ان ده كله من اهم اليات تشغيل السوق ومن ضمن اليات استيعاب الاعداد والارقام بتاعه البطاله، وفكره انه يبقى في معدل نمو شغال، وبالتالي يعني ده اقرب للنظريه الاقتصاديه اللي هي نظريه كينز، انه بتحط اليه انه الماكينه بتبوظ عشان تقدر تحصل بيها ضرائب، وبالتالي تقدر تعمل اصلاحات في اماكن مختلفه. وبالتالي لو مصر الديمقراطي بيحكم اكيد ما كانش هياخد مجموعه من القرارات الهامه على راسها كان فكره المسار بتاع البرنامج اللي الحكومه بتقول عليه برنامج اصلاح، انا بشوف ان اسمه برنامج تقشف، ما كناش هنقلل الدعم، بالعكس احنا كنا محتاجين نزود الدعم عشان الناس يبقى معاها فلوس اكتر تقدر تصرفها جوه السوق، وبالتالي نقدر نحصل اكتر ضرائب، وبالتالي نقدر نعمل نشاط اكتر اقتصادي اكتر، بدل ما يبقى في انشطه اقتصاديه كتير بتقفل في مصر نتيجه انه اسعار المواد بتزيد، نتيجة انه انخفاض الطلب على السلع، نتيجة انه الناس بقت بتقلل الشراء بتاعها عشان تقدر توفر احتياجاتها الاساسية من الاكل والشرب والايجار، مبقاش عند الناس رفاهية انها تصرف، او فلوس الناس اللي تصرف على رفاهية بقت اقل، ما كناش هنعمل ده كله، ودي مش سياستنا، بالعكس احنا سياستنا ان انت تدي دعم اكتر، سياستنا انك تدمج الاقتصاد غير الرسمي، انك تحفزه بإعفاءات ضريبية وتحفزه بإنه بتقدم له خدمات تخليه يتشجع إنه يدخل ويطلع بياناته الحقيقية، وبالتالي مع الوقت يبقى عندك حصيلة ضريبية أنت بتتوقعها من الناس. بتحسن البرنامج ده بإنك تحط ضرائب تصاعدية على المواطنين حسب دخلهم، إنك تحط ضريبة على التركة، على ضريبة تحط ضريبة على الثروة حسب الشرايح، بتقسم الناس للشرايح عشان تقدر تحسن الحصيله الضريبيه بتاعتك. خطتنا اكيد ما كانش هيبقى فيها زياده فجاه لمرتبات الوزراء واقرار بده، ما كانش هيبقى فيها زياده مستمره ل يعني النواب لمرتبات مجلس النواب اللي هم بيزودوها بشكل تلقائي ودوري، ما كانش هيبقى فيه زياده مستمره لمرتبات الموظفين في المؤسسات الحكوميه، ما كانش هيبقى فيه استثمار اكتر من 11 جهه في الحكومه من الحد الاقصى للاجور، وما اعرفش ازاي يبقى في حد اقصى للاجور في 11 مؤسسه في الدوله مستثناه من الحد الاقصى ده، فين اللي انا هنا ان انا بوفر او بعمل حاله تقشف في الموارد؟ وبالتالي احنا عندنا خلل، يعني الدوله او الحكومه او السلطه اللي مسؤوله بجد عن السياسه الاقتصاديه الحاليه هي عندها خلل في فكره اداره الموارد. انا شايف ان في هدر موارد بيحصل في امور كثيره جدا، على سبيل المثال امبارح المؤتمر الصحفي اللي تم الاعلان فيه عن الغاء موضوع كروت البنزين، الموضوع ده تكلفته 2 مليار جنيه في 4 سنين، اتصرف في قصه كروت البنزين دي 2 مليار جنيه، مبلغ من 1.8 دي 2 مليار جنيه حسب تصريحات المسؤولين في هيئه عمل البترول. مشروع تم دراسته من اكثر الحكومه، كل سنه بتصرف عليه حمله دعائيه بارقام في التلفزيون والاوت دورز، اتصرف على طباعه اكثر من 10 مليون كارت ذكي، اتصرف على ما كانت بعض محطات او 3000 محطه بنزين، اتعمل خطه واسعه عشان توسع قاعده البيانات عشان تقدر تشوف استهلاك الناس وتضبط استهلاك البنزين. قرروا الناس امبارح بكل يعني تلقائيه ان احنا خلاص احنا هنتوقف على الموضوع ده، ومش مشكله 2 مليار اللي راحوا، ومش مشكله ان حد يقول تفاصيل للمواطنين 2 مليار دول راحوا ازاي ومين المسؤول عن ده ومين المسؤول عن القرار ده وليه تم اتخاذ قرار زي ده ومين هيتحاسب على الفلوس اللي راحت دي، والمبرر اللي عند الحكومه انها تقول ده ما بيحصلش. هل الحكومه بنتها مثلا شكرا ليك بتعمل حوار؟ شكرا ليك يا محمد. شكرا محمد سالم عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، شرفتنا يا محمد. وعوده مره اخرى عبد الرحمن، وعلى حسب اجابتك على اخر سؤال قلت لا دي كلمه حق يراد بها باطل، وعرضت ان دي مش اول مره يكون في اتفاق ما بين الحكومه وبين صندوق النقد على تنفيذ خطه بعينها، لكن دلوقتي الحكومة أصلا بتنفي طول الوقت إن في أي خطة فرضها عليها صندوق النقد، وهي بتقول إن الخطة اللي بيتم اتباعها في الفترة الحالية هي خطة الحكومة بالأساس، وإن الحكومة عرضتها على صندوق النقد فقط وليست شروط صندوق النقد، وإن صندوق النقد يعني وافق عليها. الحقيقة بقى إيه العلاقة، يعني إيه العلاقة اللي بتكون موجودة ما بين صندوق النقد وما بين الدول اللي بتستلف منه؟
وفي حقيقة الأمر أنا يعني هذا السؤال سأجيب يعني أيضا هو يشتمل إلى نقطة صحيحة لكنها تضليلية، بمعنى هو يبدو أن منهج النظام هو التضليل الكامل للناس، لأنني قمت بتغطية اجتماعات صندوق النقد الدولي من عام 2014 لعام 2016، و ده حصلت على زمالة أيضا معه، فأنا أعرف كيف يعمل صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي بالفعل غير طريقته بعد الأزمة العالمية عام 2008 في طريقة تعامله مع الحكومات، لكن هذا التغيير لم يكن جوهريا بشكل كبير. هذا التغيير اشتمل نقطتين رئيسيتين بحسب خبراء صندوق النقد الدولي في حديثهم مع الذين حصلوا عليه الزمالة. التغيير الأول هو أنهم لم يعودوا يشترطوا اشتراطات تفصيلية داخل البرامج المقدمة من الحكومات، بمعنى أنهم تركوا للحكومات وضع الأجندة أو وضع خطط الإصلاحات الاقتصادية التي يتقدموا بها إلى الصندوق للحصول على قرض. في السابق كان الصندوق يضع اشتراطات تفصيلية، لكن هذا الامر ليس لا يعد في وجهه نظري تغييرا جوهريا، لانه يتم تحت عناوين كبيره. العناوين الكبيره تتعلق بتخفيض عجز الموازنه بكافه الطرق، سواء بزياده الحصيله الضريبيه، ضريبه التقديم عن طريق ضريبه القيمه المضافه، الغاء الدعم على المحروقات، الغاء الدعم على المواد البتروليه، اعاده هيكله شكل الاجور في المجتمع او في الدوله او في النظام، والحد من مسألة التوظيف الحكومي وزيادة الاستثمار وما إلى ذلك. وكان من بين الشروط التي وضعت في أو يعني كانت تشجيعا أو دفع من الصندوق حتى تحصل مصر على القرض هو سداد ديون الشركات الأجنبية الخاصة بالبترول، وهذا يعني يجعلك ترى أن هناك نوع من أنواع التدخل غير المباشر بين الشركات الأجنبية وبين صندوق النقد الدولي. أو نعم، البرنامج الإصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية، لكنه كان ينفذ العناوين الكبرى وتحت العناوين الكبرى لصندوق النقد الدولي، ولم يكن لصندوق النقد الدولي أن يوافق على القرض إذا كان هذا البرنامج المقدم من الحكومة لا يتضمن ضمنيا تحقيق الأهداف الكبرى له. ومن ثم هو لم يكن يضع شروطا تفصيلية، لكنه لم يكن ليوافق دون أن تكون أن يكون هذا البرنامج محققا للأهداف أو الشروط الكبرى للصندوق. ومن ثم هذا حديث فيه تضليل. لا، الصندوق النقد الدولي له دور وله اشتراطات، لكنها اشتراطات غير مباشرة أو اشتراطات لاحقة. كانت الأول اشتراطات مسبقة، أصبحت بعد ذلك اشتراطات لاحقة، بحيث تقدم برنامجك ثم أمارس عليه دور الرقابة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يتحدث فيها خبراء الصندوق أن جرى فيها تغيير هو أن يكون للحكومات نوع من أنواع برامج الحماية للفقراء، ولكن هذا الأمر لم يكن مطبقا في مصر بشكل كبير. والدليل على هذا ان الدكتور هبه الليثي المشرفه على بحوث الدخل والانفاق في الجهاز التعبئه العامه والاحصاء، استاذه الاحصاء في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، توقعت في بحثها انه في نهايه هذا العام سيرتفع نسبه الفقراء في مصر من 27% الى 35%. وجريس جارفيز مبعوث صندوق النقد الدولي الى مصر قال بعد تعويم جنيه في نوفمبر 2016، وهو أول الاشتراطات التي وضعها الصندوق أو التي يضعها الصندوق، هو أنهم لم يكن يتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه بهذا الشكل الكبير من 6 أو 7 إلى 18 جنيه مقابل طب الدولار. طب يا عبد الرحمن، وهذا بس دليل أيضا في نفس على الوقت أن يعني يمكن أنت سمعت معايا صوت المعارضة وإزاي هي رافضة للإصلاحات الاقتصادية دي، لكن ناس كتيرة جدا بتقول الإجراءات دي والله هي اللي بيطالب بيها خبراء دوليين، وإحنا قرينا بنفسنا برضو في الإيكونومست وفي بلومبرج بيقولوا ان بيشيدوا بالخطط الاصلاح الاقتصادي المصريه، نفس المجلات اللي كان بيستشهد بيها برضو المعارضه دول في يوم من الايام لما كانت بتنتقد الخطه. يعني هو في حقيقة الأمر هذه الصحف أو هذه المجلات ليست منزلة، هو جزء منها كجريدة مثل الإيكونوميست، هي توجهها يميني ليبرالي في الاقتصاد. ومن ثم كلما كانت السياسات في اتجاه النيو ليبرالية الاقتصادية كلما كان المديح لها، ونحن نرى هذا في تعامل مع الحالة الخاصة بأيسلندا على سبيل المثال، والحالة الخاصة ب أو الأرجنتين على سبيل المثال، وفنزويلا.
هناك كان انتقادات شديده جدا لفنزويلا، ربما لانها دوله اشتراكيه او ما الى ذلك، في حين ان الارجنتين سوق مفتوحه وباعت كل شيء لهم وما الى ذلك، فكان هناك مديح لها. ومن ثم هذه المجلات جزء منها مرتبط بمصالح شركات اقتصاديه، على سبيل المثال كما قلت هو وجود شرط لان تقوم مصر بسداد ديون الشركات الاجنبيه الخاصه بالنفط قبل بدء المشروع، او ان يكون جزء من القرض هو يذهب لسداد هذه الشركات. فلماذا تضع هذه المجلات مديحها في شرط مثل هذا، او لماذا يضع صندوق النقد الدولي شرط مثل هذا الا لتشابك المصالح او ربما لتقارب بنشكرك التوجهات عبد الرحمن الاقتصاديه لهذه يوسف. المجلات مثل ايكونومست والصندوق النقد الدولي. بنشكرك عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن. شكرا يا عبد الرحمن، وشكرا ليكم، ليلتكم سعيده وبكره احلى باذن الله.